الحلقة. هو اليساري لعبها باليمنى ما تمكنش منها بن شيعة مرة أخرى، رضية والهدف. أوه الهدف الأول، الهدف الأول بن شيعة يتمكن من فتح باب التسجيل ما تمكنش منها بالرأس في الوهلة الأولى، ترجع له الكرة يوقفها ثم بالقدم اليسرى يتمكن من فتح باب التسجيل أمام الدفاع واقف قايد فرج في هذه اللقطة. طبعا سنشاهدها بالإعادة، هاي الإعادة، شوف مراوغة مش عارف علاش المدافع بقى يرجع للخلف الوقت كان لازم يضغط عليه، وهنا شوف يرجع للخلف. نهاري عنده التجربة الكافية حتى أنه يضغط على حامل الكرة، عارف أنه لما يراوغه شوف ذكي جدا، مباشرة كروشي اكستيريور مباشرة باليسرى في الزاوية البعيدة.